هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم رضوى بيجي بلوجر. النهارده هقول لكم ازاي تقدروا تعملوا رموشكو وتطولوها زي هنا الزاهد. اوكي، طبعا كلنا عارفين ان هنا الزاهد رموشها ما شاء الله طويله، بس هي بتعمل حاجات معينه عشان تبينها اطول واكثف، تمام؟ فانا هقول لكم ازاي تقدروا تعملوا الحركه او التركايه ديت علشان رموشكو تبان طويله، تمام؟ وبس. وقبل ما تكملوا الفيديو للاخر، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في قناتي لو كنتوا على اليوتيوب، وتشتركوا في البيج بتاعتي وتعملوا لها لايك لو كنتوا على الفيسبوك. ويلا بينا نبتدي، تمام؟ اول حاجه هتعملوها انكم هتجيبوا باودر، تمام، وهتحطوه على رموشكو بالطريقه دي. لو ما عندكمش باودر، ممكن البيبي باودر بتاع الاطفال ممكن برضو تستخدموه عادي. حط تاني، وبعدين هجيب مسكرة بتاعت اسنس، دي حلوة جدا للطول، و هتعملوا رموشكو. هتقعدوا ايه وانتوا بتحطوها كده، تزقوها على جوه، تزق رموشكو على جوه وتطلع، زق رموشكو على جوه وتطلع. اقعدي كرري الخطوات دي كتير كده. تمام، هتستنوا 3 دقايق كده وهتكرر الموضوع تاني. تمام كده، عدى دقيقتين. اوكي، هكرر تاني نفس الموضوع، هجيب الماسكارا وهحط تاني، حاول تزقوها لفوق، وبعد كده هتجيب الباودر وتحطه تاني. هتحطهم تاني. وهستخدم اللي بتكسر الرموش دي، بس اتأكد الاول ان المسكرة نشفت على الرموش. هنستنى كده 30 ثانية كده. سرموشي وصلت لغاية تحت حاجبي كده. كأني مركبة رموش صناعية، تمام. دي هتغنيكوا جدا على الرموش الصناعية ان شاء الله يعني. بس وكده اكون خلصت فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه، وما تنسوش اللايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وين، باي باي.